ولنقاش آخر المستجدات حول تظاهرات في العراق يحضر معنا في الاستوديو الدبلوماسي والأكاديمي العراقي دكتور فاروق فتيان الراوي. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا بك وبزميلك وبمشاهدي قناة الرافدين. أهلا بكم. وسيكون كذلك معنا عبر سكايب من لندن رئيس جمعية المحامين العرب في لندن الأستاذ صباح المختار. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا. نبدأ معك دكتور فاروق عن إعلان الرئاسات الثلاث لبدء التحقيق في من أطلق النار على المتظاهرين. ما مدى مصداقية وشفافية مثل هذه اللجنة؟ يعني لو نرجع إلى الوراء من 2003 ولحد الآن عدد القتلى في العراق أو عدد الشهداء في العراق تجاوز 500,000. لجان التحقيق اللي شكلت من عام 2003 ولحد الآن لم تظهر أي نتائج إيجابية أو نتائج تدين من قام بالإجرام. كلنا نتذكر اللجان التحقيقية اللي شكلت في عهد المالكي حول جريمة منطقة البيجي ومنطقة الحويجة والفلوجة وجرف الصخر وديالة. هناك عشرات اللجان التحقيقية لم تظهر أي نتيجة. الآن هذه المظاهرات معروف من هو الذي ارتكب الجريمة. يعني الجريمة الكل شخص من هو المجرم. ولجان التحقيق عندما تكون هي من نفس السلطة الحاكمة ومن نفس اللي كانت الأدوات اللي مارست الجريمة هي المسؤولة عن هذه العمليات، فبالتأكيد أنا ما عندي ثقة بهذه اللجنة ولا بنتائجها. نعم، دعنا دكتور فاروق نتحول إلى ضيفنا من لندن رئيس جمعية المحامين العرب الأستاذ صباح المختار. أستاذ صباح، أتوقف معكم عند ما قرأناه قبل قليل في أحد الأخبار، وهو ما قاله رئيس أركان هيئة ميليشيا الحشد أبو مهدي المهندس. قال أن الحشد هي يعني مرجعية تابعون للمرجعية وتأسس بفتوى منها، وبالتالي سيساهم ويشترك ضمن لجنة التحقيق التي تم تشكيلها مؤخرا. ما موقفكم أو رأيكم في هذا؟ أولا، من حيث المبدأ، حينما تتحدث الرئاسات يعني رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان عن فتح تحقيق، فهذه أولا عملية سياسية وليست قضائية. التحقيق حينما تكون هناك جرائم يمارسه التحقيق القضائي، يكون هناك من دائرة الادعاء العام ومن الأجهزة الأمنية من المتخصصين ممن يقومون في هذا الأمر. موضوع أن يكلف ساسة أو لجان أو برلمانيين أو أي جهة أخرى، فهذا أمر لا يطمئن إلى أن هناك أي تحقيق، وإنما هي عملية لعب بالسياسة ولعب بالألفاظ. أما أن يصل الأمر إلى أن قائد إحدى الميليشيات، وبالمناسبة بغض النظر عن كل ما يقال في العراق، كافة هذه الميليشيات تتعارض مع أحكام الدستور الموجود حاليا في العراق، بغض النظر إذا صدرت الفتوى من المرجعية في العراق أو في إيران أو في أي مكان آخر، الدستور يمنع تشكيل الميليشيات. تشكيل الميليشيات حتى وإن أصدرت الدولة قانون لها أو قوانين لها لا يجعلها صحيحة. فحينما يصل الأمر إلى أن قائد ميليشيا يقول هو من سيقوم أو من سيشارك في التحقيق، بحين أن الخط العام كما يفهم أغلب الناس أن هناك ثلاثة جهات على الأقل من المشتبه بهم من المتورطين في قتل المتظاهرين، قتل هؤلاء الشباب: الأجهزة الأمنية من ناحية، الميليشيات من ناحية ثانية، والقوات الإيرانية التي دخلت إلى العراق من ناحية ثالثة. هذه فيما يتعلق بالذين قاموا بالفعل. أما فيما يتعلق بالتحقيق فيجب أن ينصرف التحقيق إلى من أصدر الأوامر أو سمح بها، وهذا بالدرجة الأولى يصل إلى القائد العام للقوات المسلحة الذي هو رئيس الوزراء عبد الهادي المهدي، حيث أن الوضع في العراق حاليا هو عبارة عن أن كافة الجهات
التنفيذية والتشريعية والقضائية تشارك المنتفضين فيما يهدفون إليه، وكأنهم خرجوا، هؤلاء خرجوا لتظاهر ضد شخص آخر. ثم أكثر من ذلك، أن تستنكر هذه الجهات ارتكاب الجريمة، في حين أن هناك احتمال كبير أن تكون الأجهزة التنفيذية هي المسؤولة عن هذه الجرائم، وبالتالي هذا التحقيق وضحك على الدخول. نعود لضيفنا في الاستوديو دكتور فاروق. نتحدث عن تصريحات بعض النواب في مجلس النواب الحالي، والذين يدافعون بشكل أو بآخر عن قتل المتظاهرين، ويقولون إن العراق دولة ديمقراطية، وإن هؤلاء المتظاهرين يريدون إسقاط التجربة الديمقراطية في العراق. كيف تفسر مثل هذه التصريحات؟ يعني فعلا شر البلية ما يضحك. أي ديمقراطية؟ الديمقراطية اللي أتت في الدبابة الأمريكية، أو الديمقراطية اللي شارك في الانتخابات الأخيرة أقل من نسبة 18% من الشعب العراقي؟ الكل يعرف أنه لا توجد تجربة ديمقراطية حقيقية في العراق. الجميع يعلم أن المحاصصة الطائفية والانتماء الطائفي هو أقوى من الانتماء الوطني، ومن الانتماء إلى الوطن وإلى مصلحة الوطن. فلذلك عن أي تجربة ديمقراطية يتحدثون؟ من يتحدث بقتل المتظاهرين هذا ليس بعراقي، وليس ولا ينتمي إلى الشعب العراقي. تم وصفهم بالمخربين، وأنهم سيركنون، مثل تصريحات أحد النواب أنه سيركن الديمقراطية جانبا ويحارب المتظاهرين السلميين. على العكس، أنا أستطيع أن أقول أنه لأول مرة من عام 2003 ولحد الآن تخرج مظاهرات سلمية بالمعنى الحقيقي. شباب أعمارهم ما بين 16 عام و 25 عام، بدون أي عملية تخريب، بدون أي حرق، بدون أي تدمير لمنشآت حكومية أو دخول مؤسسات حكومية لتخريبها. إذن هذه المظاهرات كانت مظاهرات، أولا هي عفوية، اثنين ما كانت مسيسة ولا تقودها تيارات معينة، يعني على العكس المظاهرات السابقة اللي كان يستغلها سواء كان التيار الصدري أو تيار آخر ويحاول أن يجيرها لمصلحته. هذه المظاهرات مظاهرات كانت شعبية بمعنى الكلمة، ولذلك صار تعاطف إلها مو فقط من العراق، وإنما تعاطف شعبي عالمي، وتعاطف من مؤسسات ومنظمات حقوق الإنسان العالمية. ليس لأنه فقط لأنها خرجت بشعارات ضد الحكومة، وإنما لأن كانت مظاهرات سلمية، وكنا شفنا وشاهدنا كيف قتل عدد من المتظاهرين وهو لا يحمل سوى راية أو مفتوح اليدين. العنف المفرط واضح في التعامل مع هذه القضية. في الواقع لم يترجم التضامن الذي تفضلتم به على أرض الواقع. سوف نتحدث في هذه النقطة دكتور، لكن بعد أن أنتقل إلى ضيفي مرة أخرى من لندن. دكتور صباح، ثقة الشعب العراقي بهذه اللجان التحقيقية إلى أي مدى تعتقد أن هناك ثقة؟ ولا سيما أن هناك لجان سابقة مثل ما حصل في البصرة من قبل، ولم تكن هناك نتائج يعني مجدية، أو لم تكن هناك نتائج ذات صلة بالواقع الذي يحياه العراقيون والعنف الذي يمارس بحقهم. في حقيقة الأمر لا يوجد من يصدق أن هناك ثقة في أي جهة تحقيقية في العراق. حتى الحكومة نفسها لا تصدق بهذا الكلام. البرلمان يتحدث عن إجراء تحقيق في كثير من القضايا وهو ليس مختصا في ذلك، ولا يعطي النتائج. كانت هناك احتلال داعش للموصل، كانت هناك مذبحة الحويجة، كانت هناك العبارة في الموصل، كانت هناك الكثير من الحوادث في البصرة، جامع سارية، انفجار وزارة الخارجية، خمس مجموعات تم إعدامهم. كل ما يعدم مجموعة يقال أن هؤلاء الأشخاص هم الذين ارتكبوا الجريمة، ولكن في نهاية الأمر في كافة هذه الأمور لم تقم الحكومة ولا الجهات التي قامت بالتحقيق سواء كانت حكومية أو برلمانية قضائية أو مدنية بإظهار النتائج إطلاقا على ما أذكر.
هذا من فيما يتعلق بالرأي العام في داخل العراق. قبل أن ننتقل إلى نقطة أخرى دكتور أستاذ لو تكرمت، ما الجهة المخولة بذلك؟ الجهة المخولة بموجب القانون العراقي، قانون المرافعات الجنائي في العراق ينص على أنه في حالة ارتكاب جريمة يقوم الادعاء العام بالتحقيق فيها. وهنا الحديث عن أي جريمة كانت، يعني هذه حينما يقوم شخص بإطلاق النار باعتبار قناص من فوق إحدى العمارات، هذه من مسؤولية الادعاء العام في العراق. ولكن المشكلة أن ما جرى في العراق منذ الاحتلال عام 2003 تم تدمير البنية العراقية، حينما كان برمر هو الحاكم للعراق، سرح كافة القوات المسلحة، سرح القضاة حوالي 50% من القضاة، وبالتالي أنهى التشكيلات التي كانت موجودة التي لم تكن مسيسة فيما يتعلق بالجرائم والتحقيق. في الوقت الحاضر هذه هي الجهة المخولة بذلك، ولكن هذه الجهة لا تفعل شيئا ولا تتحدث، وكأن الأمر لا يعنيها، في حين يتحدث نواب في البرلمان عن إجراء تحقيق، في حين أن هذا ليس من واجب النواب، والنواب بحد ذاتهم ومجلس النواب العراقي هو أساس المشكلة في العراق، لأنه يحاول أن يعطي الشرعية غير الموجودة سواء كان للميليشيات أو للحكومة. نعود لضيفنا في الاستوديو دكتور فاروق الراوي، ونسأل عن إلى أي مدى أربكت سلمية المتظاهرين الحكومة إلى حد تأسيسها أو الإعلان عن تأسيس قوات حفظ القانون؟ يعني قوات حفظ القانون أو ما سمي بالقوات التدخل السريع أو ما سبقها من قوات، هي نفس القوات ونفس القوى المسؤولة، يعني من 2004 ولحد الآن تمارس هذه القوات، سواء كانت بعد الدمج أو قبل الدمج أو بعد وجود الحشد أو قبل وجود الحشد، هي نفس القوات ونفس القادة، والمسؤولين عنهم قادة الأحزاب. يعني القائد العام للقوات المسلحة إذا جينا أيام أياد علاوي استخدم العنف المفرط في النجف وفي الفلوجة، أيام إبراهيم الجعفري نفس الشيء في ضواحي بغداد، وتعرضت الكثير من المدن العراقية إلى ما يسمى بقوات التدخل السريع وإلى جرائم ارتكبت ضد الشعب. لكن الآن الهدف، المعذرة على المقاطعة، ما الهدف من تأسيسها؟ هل يعني هذا أن الحكومة تنوي التصعيد أكثر في القمع ضد المتظاهرين بهذه القوات؟ أعتقد هو بهذه القوات أرادوا أن يمتصون بالبداية نقمة أنه أولا يحولون أنه هذه العناصر اللي مارست القتل من القناصين هي من خارج غير تابعة لهم، واثنين أنه تشكيل قوة جديدة تكون يتصورون أنه المواطن العراقي راح يشعر أنه هذه القوة هي جديدة وهي ليست متهمة بالإجرام وحصر السياح بيدها. ولكن تصريح مهدي المهندس يدلل على أنه لا زال الحشد هو القوة الفاعلة وسيدخل في التحقيق، يعني المجرم هو اللي مارس الإجرام هو سيكون أحد عناصر التحقيق، والخصم في نفس الخصم من حكم. دكتور رجوان تبقى معنا، نتحول مرة أخرى إلى ضيفنا من لندن أستاذ صباح. معهد الشرق الأوسط في تقرير مهم قال بشكل واضح أن متظاهري العراق لم يعودوا قادرين على تحمل مستوى الظلم الذي ارتفع إلى مستويات غير مسبوقة. هل برأيكم أن شركاء العملية السياسية قرأوا وفهموا هذه الرسالة أم أنهم لم يفهموها بعد؟ بالتأكيد لم يفهموا هذه الرسالة، ولكن يعلمون يقينا أن ما جرى الآن، هذه الانتفاضة، انتفاضة تشرين، تختلف عن الانتفاضات السابقة. هذه الانتفاضة لا يمكن اتهامها بأنها داعش، ولا يمكن اتهامها بالوهابية، ولا يمكن اتهامها بالبعثية، ولا يمكن اتهامها بأي من هذه الاتهامات التي كانت جاهزة والتي استعملت لتدمير 6 مدن رئيسية في العراق. المدن التي تم تدميرها شمال العراق، شمال بغداد من ديالى إلى الموصل إلى الرمادي، استعملت هذه الحجة لتدميرها. الآن المتظاهرين من بغداد إلى الجنوب
هم نفس المتظاهرين أو نفس الأشخاص الذين اشتركوا بالحشد الشعبي أو أهاليهم اشتركوا بها، هم نفس المجموعة التي صوتت للأحزاب الموجودة حاليا، مجلس الإسلامي وحزب الدعوة والفضيلة ومقتدى الصدر وإلى آخره. هؤلاء هم القاعدة الأساسية، القاعدة الشعبية للحركة السياسية المسيطرة على الوضع في العراق. هذه هي المجموعة الرئيسية، وبالتالي الحكومة لديها مشكلة كبيرة أن هؤلاء هم أبنائها، رقم واحد. رقم اثنين أنه لا يمكن اتهامهم بأي شيء آخر. رقم ثلاثة أن الحكومة لا تستطيع أن تضع حلاً واحداً لما يطالب به الناس. الناس تطالب بالتغيير، الناس تطالب بإنهاء الفساد. كيف يجري إنهاء الفساد حينما يكون الفساد مستشرياً من رئيس الجمهورية؟ أستاذ صباح المعذرة على المقاطعة، ينقلنا لتوقعاتكم دكتور على الجمعة المقبل والتظاهرات التي ستشهدها بغداد وباقي المحافظات. إن شاء الله، أنا إيماني بالشباب العراقي إيمان كبير، وإن شاء الله تتحول هذه الانتفاضة إلى ثورة حقيقية، وباعتقادي أن كثير من المدن العراقية التي لم تنتفض في الأول من تشرين الأول أو الأول من أكتوبر ستشارك في الانتفاضة، في الانتفاضة القادمة وفي الثورة القادمة. والشعار الجيد الذي طرح وهو إسقاط العملية السياسية، يعني في السابق كان طرح تغيير، تغيير عملية التغيير، لم يرفع شعار إسقاط النظام. الآن في هذه المظاهرات طرح شعار إسقاط النظام. الشيء الإيجابي في هذه الانتفاضة أو الثورة أنه أسقطت ما يسمى بالعمائم والمرجعية. الآن لأول مرة نشاهد شباب، ومثل ما ذكر الأستاذ صباح أنه هذا الشباب لا يمكن اتهامه بالداعش أو القاعدة أو الصدامي أو البعثي، لأن معظم 90 أو 99% من المشاركين هم من أبناء المناطق الجنوبية، أو إذا جاز إن التعبير أن نقول هم من شيعة العراق، ولكن هم رافضين للعملية السياسية ورافضين، نعم، حركهم الحس الوطني والشعور الوطني اللي يتغلب ولأول مرة بشكل كامل على الانتماء المذهبي، وهذا دليل دكتور. إيجابي جيد. شكرا دكتور فاروق للحديث، بقية طبعا والأيام القادمة تحمل كثير من المفاجآت الله. وأيضا الأحداث. دكتور فاروق فتيان الراوي الدبلوماسي والأكاديمي العراقي، شكرا لك، تشرفتنا في الأستوديو دكتور. شكرا جزيلا. والشكر أيضا موصول لضيفنا من لندن رئيس جمعية المحامين العرب الأستاذ صباح المختار، شكرا لك أستاذ صباح. وإذا تسمح لي أوجه تحية لأنه هو صديقي وزميلي. نعم. وأخي، حفظكم الله. شكرا لكم. أهلا أهلا.